الحالية للبنية الأكاديمية 2020-2024 مجلس الجامعة لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ مكونات البرنامج في أحسن ظروف وتوفير الشروط الكفيلة بتجاوز الصعوبات والإكراهات المطروحة وتحديدا الوفاء بالتزامات المجلس المالية والإجرائية في الوقت المحدد. البرنامج يعني غادي يدل وجه المدينة وغادي يرجع الجمالية ديالها والجاذبية ديالها اللي كانت فيها هذه السنين. حضرة السيدة والسادة، إننا اجتمعنا اليوم من أجل الوقوف على ما تم إنجازه وما سيتم إنجازه مستقبلا من برنامج التنمية الحضرية لأكادير يتزامن والذكرى 72 للتقديم واتخاذ المطالبة باستقلال المغربية على 20 فبراير 1940 والتي تجسد ارتباط الوثيق لجميع مكونات الشعب المغربي بالعرش العلوي الأجيد ونضالهم المستميت من أجل الدفاع عن حوزة الوطن وسيارات وحدته الوطنية. هذا الاجتماع ولنا الشرف أننا نحضر فيه لأول مرة كمجلس جديد، وهو هي اللجنة السادسة على التوالي. إذن كانت مناسبة لكي يعني نتعرف على المراحل، لا الإشراف ولا التتبع ولا التقييم ديال هذا الورش الكبير الملكي. كانت لنا كذلك مناسبة لكي نؤكد على الالتزام ديالنا فيما يخص احترام الوقت وكذلك الاجال ديال تنفيذ ديال هذا المشروع، وكذلك اكدنا على اهميه ربط الاهداف بالمسؤوليات وبالنتائج الموكوله لنا جميعا في هذا المشروع اللي تهمنا وتهم جميع الشركاء المتدخلين في هذا الورش الكبير. هضرنا كذلك على اهميه يعني الحكمه فيما يخص التدبير ديال هاد المشاريع. وبالمناسبه نشكر جميع المدراء الشركاء والاطر التقنيين والاداريين اللي تسهروا يوميا على هاد الاوراش، وكذلك السيد الولي اللي هو عنده الاشراف ديال هاد يعني جميع المشاريع. اذا كما تتعرفوا مشاريع لابد ان يكون اكراهات، من بين اهم الاكراهات الاساسيه هي الفوارق اللي كاينه في الاعتمادات الماليه وفي يعني البرامج ديال الميزانيات. كاين فوارق كثيره، السبب ديالها هما ارتفاع اسعار ديال مواد البناء على الصعيد الدولي، واللي جعل لنا جميع الصفقات غادي تزيدوا في التكلفه ديالهم. وبالمناسبه لا الجامعه ولا الجهه سهرت على ان نواجهوا هاد الاشكاليه، ما التجئنا لاول مره في التاريخ ديال يعني الجهات والجامعات الترابيه للقروض مع ابناك خاصه. اذا الحمد لله توصلنا مع واحد العدد ديال الابناك وخدينا واحد العدد ديال لي لين دو كريدي اللي غادي تساعدنا باش نواجهوا ان شاء الله هاد الكراهات كلهم في المستقبل. مره اخرى تنشكر جميع المتدخلين في هذا المشروع الكبير اللي صراحه هو غادي يرجع الجاذبيه ديال اكادير المعوده اليها، يعني كما شفتوا لا المنطقه السياحيه ولا لاغيغ بي ديال اكادير ولا العزله الطرقيه ديال اكادير غادي تحسن ان شاء الله. اذا هنيئا لنا جميعا كاكاديريين كسوسيين بهذا المشروع. و لابد مره اخرى ان اشكر السيد الولي على يعني اللي تسهر على هذا المشروع الكبير. مره اخرى كجهه نشكره على امين الوطنيه ديالو والمواطنه ديالو فيما يخص تدبير هذا المشروع. شكرا. برنامج التنميه الحضاري لمدينه اكادير اللي هو برنامج غني اللي غادي يسمح لاكادير انها تولي عاصمه وتولي وسط المملكه. اليوم كاين قرار كبير ديال المجلس الجامعي لاكادير، وهو انه في اطار التمويل الوفاء بالالتزامات ديالو الماليه لاجل انجاح هذا المشروع غادي يصدر قرض سندات
لهذه كتعتبر اول تجربه من مجلس جماعي في المغرب اللي كي يعني كيلجأ لهذه الطريقه التمويل من اجل انجاح هذه المشاريع. منير جبيلو مدير العام ديال اكادير سوس ماسة تهيئه. دونك هذا اليوم كان هو لتقديم الحصيله ديال العمل ديال شركه اكادير سوس ماسة اميناجمون ديال سنتين تقريبا سنتين من العمل. هاد السنتين كانت كتميز بواحد العدد ديال الانشطه اللي فيها دراسات، فيها اشغال، فيها لقاءات تشاوريه، واللي نتج عندها واحد الحمد لله واحد الحصيله اللي هي محترمه، لكن كلنا نلخصوها فيما يلي. دونك عندنا 76 مشروع، اربعه ديال المشاريع تم انجازها، عندنا 166 اوبيراسيون، عندنا 33 اوبيراسيون تم الانجاز ديالها، وهي عمليات مهمه كنا سبقناها لان الاهميه ديالها للساكنه والهيكل الحضري ديال مدينه اكادير كانت واضحه. مثلا لي زونتخي دو لا فيل، مثلا لي تيران بروكسيميتي، لي جاردان، كان واحد العدد ديال العمليات اللي كنا شفنا بانهم مهمين بدينا بهم، والحمد لله تمكنا باش يمكن لنا نصوبوهم. في هاد 76 مشروع اللي كما تم تقديمه في هذه لجنه القياده، عندنا 38 مشروع في طور الانجاز، خمسه ديال المشاريع اون اتونت دو ديماراج، اربعه ديال المشاريع فيهم دي زابيل دوفر انونسي، عندنا 21 مشروع في طور الدراسات، وخمسه ديال المشاريع تم مبرمجه في سميتو. كاين واحد المساله كيخصنا نعرفها، هو كاين بزاف ديال المشاريع كانوا مبرمجين 2023 و 2024 تم التسبيق ديالها، لان كانت كنا ارتئينا بان مهمه كيخصها تصوب في اطار البرمجه ديال التحيين ديال هذه البرمجه هذه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.